اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، فصل. الإخوة مع متن المنهاج، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، ونسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم والصبر الذي والجلد الذي يظهر عليكم عند طلب العلم. نفع الله بكم الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا، يعني انفردوا للإخوة الأب، ورثوا كالأولاد الصلب، والمعنى أنهم يرثون عصبة، والمعنى أنهم يرثون عصبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان واحدا انفرد بجميع التركة، وإن كانوا جماعة كانوا شركاء فيها بالسوية، وإن كانوا جماعة كانوا شركاء فيها بالسوية. وللأخت الواحدة النصف، ولأختين فصاعدا الثلثان، كما في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. نعم. وكذا إن كانوا لأب بالإجماع إلا في المشركة، كما سيأتي على العمرية في مسألة التشريك، عندما قالوا هب أن أبانا كان حجرا، أو في رواية قالوا هب أن أبانا كان حمارا، فسيأتي تفصيلها إن شاء الله. آمين. حفظكم ربي وشكر لكم. قال: وكذا إن كانوا لأب بالإجماع. قال: وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين. لو قلنا نورث هنا زوج المسألة، وطبعا كما قلت إن شاء الله أنا أعد إن احنا أصلا سنجعل مسائل كثيرة سردا، بس أخونا الفاضل أستاذ أحمد يجتهد على أن يكون الفيديو جاهز ونجعلها على الرؤية، لأنه هذه تحتاج إلى ممارسة، هذه تحتاج إلى ممارسة. فالأصل هي مات عن زوج أو ماتت عن زوج وأم وولد أم، يعني إخوة الأم وأخ الأبوين. الزوج له النصف والأم لها السدس. وولد الأم والأخ الجميع يشتركون في الثلث لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها الفرض. ولذلك كما قلتم قالوا لعمر قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو كان حجرا. نعم. فإذا هم يشتركون بالقرابة وقرابة الأم وإن سقطت العصوبة. والجد كالأم، ولو كان بدل الأخ أخت الأب كان لها فرض النصف، ستعول تسعة، هنا يبقى الزوج نصف والأم السدس، وولد الأم
الثلث، شركاء في الثلث، والأخت الأب لها فرض النصف. ستكون الـ أصل المسألة من ستة وستعول. ولو كانت اثنتين ولو كانت اثنتين ففرضهما الثلثان، وأيضا تعول المسألة. فلو كان معها أخ أو معهن أخت سقط وأسقطها وأسقطهن، لأنه لا يفرض لها ولا لهن معه، وهذا هو الأخ المشؤوم. لأنه سيرث معهم بالتعصيب. أمين، جزاكم الله خيرا. أمين، سيرث معهم بالتعصيب، والإرث معهم بالتعصيب هنا لا يفيد، سيرث معهم بالتعصيب. والمسألة ستستوعب أصحاب الفرائض، فلا يكون لهم شيء. يسمونه الأخ المشؤوم في هذه الحالة، لأنه لو لم يكن معهن لكان فرضهن الثلثان. ولو كان ولد الأم واحدا فله السدس والباقي للعصبة من أولاد الأبوين أو الأب. وما يأخذه أولاد الأب في المشركة يأخذونه بالفرض لا بالتعصيب، على القرابة يعني النظر فيها نظر للقرابة. ولو كان بدل الأخ أي لأبوين أخ لأب، يعني بدل الشقيق هو أخ لأب، فأكثر سقط، لأنه ليس له قرابة، لأنه لا يشاركهم في الأم، فيسقط وليس له شيء عند الاستيعاب، ولأن إرثه يكون بالتعصيب. ولو اجتمع الصنفان أي أولاد الأبوين وأولاد الأب فكاجتماع أولاد صلب أو أولاد ابنه، على أساس أن الولد الصلب هو الذي يحجبهم. فإن كان ولد الأبوين ذكرا فيسقطون، أولاد الأب يسقطون. لأن ولد الأبوين يمتاز عليهم بقرابة الأم، كما امتاز ابن الصلب بقرب الدرجة. ولو كان أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب، إن تمحضوا ذكورا أو ذكورا وإناثا. وإن تمحض إناثا أو أنثى فقط فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين، وهذا قد بيناه تفصيلا أمس وأول أمس. أمين. وإن كان من أولاد الأبوين اثنان فصاعدا أخذت الثلثين، ولا شيء لأولاد الأب إلا أن يكونوا ذكورا أو يكون معهن من يعصبهن من الإناث. إلا قال المصنف إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أنزل، والأخت لا يعصبها إلا أخوها. والأخت لا يعصبها إلا أخوها، أي لا أولاد الأخ ولا أولاد بني العم، لأنها فوقهم. وهذه لا تمثل في مسألة البنت، بنت الابن مع ابن الابن، فإنه يصعد فيعصبها، لا تسقط هي بحال لأنها فوقه، فيصعد يعصبها، وهذا هذا الأخ المبارك. أما الثاني أخ مشؤوم الذي يسقطها، لكن مع الأخت لا، مع الأخت لا. فإذا خلف أختين الأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ، وتسقط الأخت لأب لأن ابن الأخ لا يعصب أخته التي في درجته. فهنا ميراث الأخوات كميراث البنات
الثلثان وقد استوعب، يبقى العصبة، فهو يأخذ الباقي عصبة ولا يعصبها لأنها فوقه. وابن الابن يعصب من في درجته، فجاز أن يعصب من فوقه، ولأن ابن الابن يسمى ابنا، وابن الأخ لا يسمى أخا، وابن الأخ لا يسمى أخا. وللواحد من الإخوة أو الأخوات كما قال المصنف، وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، والاثنين فصاعدا الثلث لما سلف على ما بينا في هذا الباب. فالواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما في قراءة ابن مسعود. وهي الآية أنه قرأها وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت قال من أم، وهذه قراءة تفسيرية قراءة ابن مسعود، وله أخ أو أخت من أم. نعم. سواء ذكورهم وإناثهم، والأخوات الأبوين طبعا ذكور أو إناث الجميع يشتركون بالسوية، ذكور أو إناث إن كانت القراءة إخوة الأم وأخوات فهم بالسوية، ليس للذكر متحذر أنثيين، جميعا بالسوية. والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات، وبنات الابن عصبة، وهذه اسمها تسمى عصبة، عصبة مع الغير كالإخوة. فالعصبة أنواع ثلاثة، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. فالأخوات مع البنات الصلبية عصبة، وهذه عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات الأب بالحجب، كما يسقط الأخ الأبوين الأخ الأب. والمراد بالأخوات والبنات الجنس لا الجمع، فإن الأخت الوحيدة مع البنت الوحيدة أيضا عصبة مع الغير، أيضا عصبة مع الغير. وبنو، قال المصنف رحمه الله تعالى، وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا، وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا. طبعا عند عدم وجوده يرثون ما يرث، أي حتى يستغرق الواحد منهم والجماعة المال عند الانفراد، لأنه يرث عصبة فيأخذ الكل. وما فضل عن أصحاب الفروض وعند الاجتماع أيضا يأخذه، وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ من الأب كما يسقط الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين. فابن الأخ الشقيق يسقط ابن الأخ من الأب. لكن أبناء الإخوة يختلفون عن الإخوة بأنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لأن ابن الأخ هذا الضابط الذي تضبطه، لأن مع أنه أخذ ميراث أبي، مع أنه أخذ محل أبي ولأنه يرث به، لكنه لا ينزل منزلته، فلذلك لا تراه، لذلك أنت لا تراه يحجب الأم من الثلث إلى السدس، لا يحجبها، لأن حجب الأم من الثلث إلى السدس في قول الله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عليكم السلام وبركاته. وهذا بخلاف ولد الولد فإنه كأبي، أن الابن ابن، الابن الابن ابن، وأبو الأب أب. لأن الاسم يقع على ولد الولد حقيقة أو مجازا، واسم الأخ لا يقع على ولده بحال. ولا يرثون مع الجد، ولا يرثون مع الجد، بل يسقطون به لبعدهم، والحق بأن الإخوة أيضا يسقطون مع الجد،
الراجح الصحيح خلافا للمذهب الإخوة أيضا لا يشتركون مع الجد بل يسقطون مع الجد، ولأن الجد ينزل منزلة الأب. قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ إن الله جعل الجد أبا، إن الله جعل الجد أبا. من الفوارق أيضا لا يعصبون أخواتهم، لأن الأخوات غير وارثات، لأن الأخوات هنا غير وارثات، أبناء بنات الأخ ليسوا لسنا بوارثات، لأنهن غير وارثات، والإخوة لأبوين أو الأب يعصبهن ويسقطون في المشركة لبعدهم. وهذه مخالفة مختصة بين الإخوة لأبوين، أما الإخوة من أب وبنون فكلهم ساقطون فيها لعدم إدلائهم بالأم عند المشركة، عند المشركة لا يرثون لأنهم سقطوا بعدم القرابة. ويخالفونهم في ثلاثة أشياء: أحدها الإخوة الأبوين يحجبون الإخوة الأب وأولادهم، وأولادهم لا يحجبونهم، والأخ الأب يحجب بني الأخ لأبوين ولا يحجبهم ابنه، وبني الأخوة لا يرثون مع الأخوات، بني الإخوة لا يرثون مع الأخوات بل ولا يصعدون للتعصيب هنا كما بينا. إذا كنا مع البنات العصبة فلا يرثون مع الأخوات. وأيضا ولد الإخوة لأم ذكورا أو إناثا لا يرثون، هم من ذوي الأرحام إن كانوا إخوة لأم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا. والعم لأبوين اللي هو العم الشقيق، ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا، أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا، يعني يرث كما يرث. فمن انفرد منهما جميع أخذ المال جميعا لأنه عصبة، إذا انفرد أخذ كل المال، أو أخذ ما بقي بعد تقسيم المال على أصحاب الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن اجتمع فالعم لأبوين اللي هو الشقيق، العم لأبوين يسقط العم لأب، يسقط العم لأب، لا كالأخ الأبوين فإنه يسقط الأخ لأب أيضا. طبعا أنا أسألكم الآن بقى، الأخ الأبوين الشقيق يسقط الأخ لأب يحجبه، والعم الشقيق يسقط العم لأب، لما على أي سبيل يسقطه، مع أن الحق بأن هذه الجهة متحدة العمومة، أريد لما يحجبه؟ تفضلوا. لأنه يدلي بنفسه للوارث. لا 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 لا، انظر إلى 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 مسألة الجهة. الآن احنا عندنا قلنا في الترتيب الجهة، نعم الجهة والقربة والقوة، صحيح ولا لا؟ الآن هو يرثون جميعا بجهة العمومة، أو يرثون جميعا بجهة الأخوة، صحيح ولا لا؟ حق بأن العم الشقيق والأخ الشقيق أقوى لأنه يدلي بجهتين. ممتاز، ممتازين وسلفي، ممتاز لفوق فوق، ممتاز. قال: وسائر عصبة النسب، يعني أن بني العم عند عدم العم كبني الإخوة عند عدم الأخ،
والمعنى أن كل ابن عم من أن كل ابن من العصبة ينزل منزلة أبيه العاصب فيما سبق كما قلنا عند عدم وجوده. يعني العم الشقيق والعم الأب كالأخ الشقيق والأخ الأب. وعند من الأعمام لم يبقى من عصبات النسب شيء أبعد منهم، وقد يورد عليه بنو الأخوات التي هن عصبات مع البنات وليس بنوهن مثلهن وهن من عصبة النسب. قال المصنف: والعصبة كما قلنا بأن العصبة هي عصبة بالذات، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. والعصبة من ليس لهم سهم مقدر. المصنف يقول: والعصبة من ليس لهم سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا بيان لحد العاصب، واحترز في قول المجمع على توريثهم لإخراج ذوي الأرحام، فإن من قال بأنهم يرثون لا يسميهم عصبات، وهم ينزلون كل منهم منزلة من يدلي به، ينقسمون أداء فروض وعصبات. كما قلنا أصل هذا حد العصبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا ما الحكمة أن يقول فلأولى رجل ذكر؟ ما الحكمة؟ ما هو رجل، أما الرجل سيكون إيش؟ ما الحكمة في ذلك؟ عليكم السلام وبركاته فؤاد، أحسن الله إليك. طب حتى لا تطيلوا، الحكمة في ذلك هو التأكيد. نعم ممتاز، هو التأكيد لأنه لأن الرجل قد يطلق لا في مقابلة الأنثى، لأن الرجل قد يطلق لا في مقابلة الأنثى، رجل بفعاله، رجل بصفاته بسماته. نعم، فأراد هنا التحقيق أنه ليس بأنثى، هو ذكر. وفي حال التعصيب وجه التعصيب ليس له سهم مقدر، إن لم يكن معه أحد أخذ المال كلية، وإن كان معه أحد أخذ ما بقي عن أصحاب الفروض، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلو قلنا مات عن زوجة وعن أم وعن ابن، مات عن زوجة وعن أم وعن ابن، فالزوجة لها الثمن والأم لها السدس والولد يأخذ الباقي تعصيبا. قال فصل: من لا عصبة له بنسب، وهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. طبعا في ملخص أنا عامل مهمات في أحكام المواريث موجودة على النت، ومتهيألي جهاد أشار إليها وبعض الإخوة أشاروا إليها، وهي أصلا مفرغ أيضا في إسلام ويب، مهمات في أحكام المواريث هي مشروحة كلها يعني على السبورة، فهذا هييسر جدا على طلبة العلم. طب الأخ الفاضل سلفي قال لك أنه سيرفعها، جزا الله خيرا. طبعا التوجيه يا أستاذ حسن أن العم سن الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أما علمت يا عمر بأن العم سن الأب فينزل منزلته. طبعا ليس في كل الأحكام، ولذلك قال النبي لعمر: قال أما علمت أن العم أن العم سن الأب فينزل منزلته. نعم، طبعا ابن عباس بيحتج على زيد بذلك أن الجد ينزل منزلة الأب. الله يحفظكم. ومسدد أتت بالرابط أهو الآن، جزاك الله كل خير، نسأل الله أن يشكر لك ذلك.